الدوارة بشحال كديرها سليمان؟ شحال 80 درهم 100 درهم شحال شي 2400 وديال البقر 3000 ريال من 30000 ريال الدوارة ديال البقر. بالنسبة للستيك الستيك 80 درهم 90 درهم 80 درهم 90 درهم والكبسة 80 درهم 70 درهم 70 درهم 80 درهم. وهذا الكشف هذا سليمان؟ بالنسبة لصلاح الطعام وكتصلح للطعام وكتصلح الطاجين معايا يمين بشوية ديال العجل هذا اللحم باللي ديال جرف الملح تبارك الله. شحال اللحم اخويا سليمان؟ 65 درهم 65 درهم يجب الثمن على السنان. شحال كيدير اخويا سليمان؟ 65 شويه ديال القزبر وشويه ديال المعدن لا Thank you.
كترش فيها القصر مع الناس لا تفزلكش لا تشوف البلاصه اللي كدير القصر مع الناس بصلا انت لا كتضرر غير اللون ديالها هذا الثلاجه ماشي مشكل هاد اللحمة هادي يا سليمان هادي ستيك هذا العنقرة هادي ديال العنقرة اه شحال كدير؟ 65 درهم واللي فحالها فحال الحملة هادي اه تبارك الله هاد اللحمة سليمان هادي الكويس هادي سميتها الكويس هادي الكويس هو الفخد اه جيبو وشحال كدير؟ حيد المرهبات هنا حيد المكفتة كلشي هادي وكتصلح الكفتة هادي ولا شنو؟ كفتة شنو الفوق ديالو الملج ديالو ديال الطير الملج ديالو ديال الطير وهذا اللحم هذا ديالاش هذا غلمي غلمي